استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. استقبل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان والعاملين في الوزارة. رحب جلالة الملك المفدى بوزير الإسكان والعاملين في الوزارة معربا عن سعادته بالالتقاء بهم في ضوء الجهود الكبيرة المميزة لوزارة الإسكان، مباركا جلالته لهم مساعيهم المخلصة في تطبيق سياسات مملكة البحرين في مجال تخصيص الإسكان الاجتماعي التي بدأت مبكرا بالاهتمام بحاجة المواطنين للسكن اللائق والتزمت على مدى ما يقارب 4 عقود بإتاحة وتجويد الخدمات الإسكانية بشكل متواصل بهدف توفير سبل العيش الكريم للأسرة البحرينية. وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره لوزارة الإسكان ممثلة في سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر على ما تقوم به من جهود حثيثة في مجال تخفيض قوائم انتظار المواطنين من خلال تنويع خيارات الخدمات الإسكانية وتقديمها لمبادرات وحلول متعددة، ومن أهمها إشراك القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة في التنمية الحضرية وبناء المدن العصرية بما ييسر على المواطنين إجراءات الحصول على السكن وبما يراعي ظروفهم الاجتماعية المختلفة. مثمنا جلالته ما حققته وزارة الإسكان من إنجازات لمؤشرات عالية كان لها أبلغ الأثر لخدمة المستفيدين من الأسر البحرينية وتجهيز وتسليم العديد من الوحدات الإسكانية والموزعة على مختلف مناطق البحرين. وأكد صاحب الجلالة حفظه الله أن تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي بخدماته المتنوعة سيظل في مركز اهتمامات حكومة مملكة البحرين، وهو ما تترجمه خططنا ومشاريعنا الطموحة في مجال التنمية الحضرية المستدامة التي تضاهي المستويات العالمية. شاكرا جلالته جميع العاملين في الوزارة لما يقومون به من جهود مثمرة خدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتفضل فيه سيدي جلالة الملك المفدى باستقبال سعادة وزير الإسكان وكبار المسؤولين في الوزارة. وخير البداية تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا المقرئ عمر محمد مظفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. يتشرف سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بإلقاء هذه الكلمة. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى أيده الله، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة منسوبي وزارة الإسكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة الإسكان أرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الشكر والعرفان لما توليه جلالتكم حفظكم الله من رعاية ودعم لا محدود لوزارة الإسكان بشكل عام والملف الإسكاني بشكل خاص. أسهم بلا شك في تحفيز جهودنا وإثراء الخطط الإسكانية الرامية إلى تحقيق تطلعات جلالتكم لتوفير أفضل الخدمات الإسكانية لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود وفي أقصر مدة ممكنة. إن أمر جلالتكم السامي يا صاحب الجلالة بتنفيذ المشاريع الإسكانية في أقصر مدة ممكنة وإعطاء الأولوية القصوى للحالات الإنسانية والتي تحظى برعاية كريمة
ومستمرة من قبل الديوان الملكي، وما تبع ذلك من توجيهاتكم السديدة بالإسراع في توزيع هذه الوحدات المستحقيها هو عنوان المرحلة الإسكانية الحالية، حيث إنه وبعد صدور أمر جلالتكم وبفضل من المولى عز وجل يشهد الملف الإسكاني تطوراً كبيراً، سواء على صعيد تنفيذ مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في جميع محافظات ومدن وقرى المملكة، وتطوراً في حجم التوزيعات الإسكانية التي تقوم الوزارة بتنفيذها، فضلاً عن التقدم الكبير الذي تم إنجازه على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص. وما هذا التطور يا صاحب الجلالة إلا شاهداً على استمرار عجلة الإنجازات التي تحققت على مدار ما يقارب نصف قرن من تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، وشهدت تقديم أكثر من 125,000 خدمة إسكانية لمواطني المملكة حتى منتصف العقد الحالي. كل ذلك ترجمة واضحة للرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة منذ ذلك الوقت وحتى عهدكم الزاهر، نحو مجتمعات مستدامة تحظى بكافة الخدمات الأساسية والمرافق. فكان نموذج مشروع مدينة عيسى هو النواة الأولى لهذه الرؤية، تلاه بعد ذلك مشروع مدينة حمد في حقبة الثمانينيات، ثم مدينة زايد في فترة التسعينيات، لتتلاحق الإنجازات لحلحلة الملف الإسكاني. وما مشروع المدينة الشمالية ومشروع شرق الحد ومدينة شرق سترة وإسكان المحافظة الجنوبية وإسكان الرملي إلا شاهداً على ذلك، وما سبق ذكره من مشاريع ما هو إلا حجر الزاوية في خطة الوزارة وبرامجها الرامية إلى تنفيذ أمر جلالتكم السامي. سيدي صاحب الجلالة، إن الملف الإسكاني ومنذ عام 2011 يشهد ولله الحمد ازدهاراً ونمواً بفضل الرعاية الملكية، وما يمثل حقبة جديدة في تاريخ الإسكان بالمملكة، فلقد تم تنفيذ أكثر من 17,000 وحدة سكنية في جميع المحافظات والقرى، وذلك منذ صدور أمر جلالتكم السامي عام 2013 لسد الاحتياجات الإسكانية، حيث تتنوع نسب الإنجاز بها إلى مشاريع مكتملة وأخرى قيد التنفيذ وأخرى سيتم الشروع في تنفيذها قريباً، فيما تم وبحمد الله توزيع أكثر من 9,000 وحدة سكنية خلال هذه الفترة. كما شهد الملف الإسكاني صاحب الجلالة تفعيل أولى مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية في المدينة الشمالية ومنطقة اللوزي، بالإضافة إلى تدشين برنامج مزايا، فضلاً عن إطلاق مشروع ديرة العيون بديار المحرك، وهي مبادرات استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً مكملة لجهود الحكومة الموقرة الهادفة إلى تحقيق تطلعات ورؤى جلالتكم. وختاماً، إن شرف مقابلتكم لنا يا صاحب الجلالة يمنحنا بمشيئة الله مزيداً من العزم والإصرار رغم طبيعة الملف الإسكاني بظروفه الحالية، متطلعين إلى كرم جلالتكم بما عهدنا من رعاية سامية وتوجيه ودعم، فلكم منا يا صاحب الجلالة عظيم الشكر والعرفان، سائلين المولى أن يحفظكم ويحفظ مملكتنا الحبيبة ويسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد تشرف وزير الإسكان بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى، كما تشرف الحضور بالسلام على صاحب الجلالة العاهل المفدى. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما للعاملين في وزارة الإسكان.